استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسي ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر صغير هذا اليوم صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وعددا من كبار المسؤولين وخلال اللقاء تم استعراض عدد من القضايا والمواضيع من اجل تعزيز المسيره الوطنيه من خلال العمل على تحقيق الاهداف والمرتكزات الاساسيه للتنميه الشامله مؤكدا العاهل المفدى ان مملكه البحرين ستواصل نهجها التطويري والتنموي لتحقيق المزيد من المنجزات الوطنيه في كافه المجالات والقطاعات لكل ما من شانه رقي الوطن وخير المواطنين الكرام وانها بحمد الله تسير بخطى ثابته نحو المزيد من التقدم والرقي في ظل التحديات المختلفه التي تواجه العالم ووجه حضره صاحب الجلاله الملك المفدى الى مزيد من الاهتمام بقضايا المواطنين والعمل على تلبيه احتياجاتهم ومتطلباتهم وتوفير افضل سبل العيش الكريم للمواطن البحريني كما اكد حفظه الله ان الدعامه الاساسيه لهذا الوطن هو ما يجمع اهل البحرين جميعا من حب للخير والسلام والترابط الوثيق بين اهلها بروح الاسره الواحده ونبذ التطرف والغلو انطلاقا من ثقافتهم الاصيله ووعيهم وتراثهم العريق كما تطرق جلاله الملك المفدى الى ما تشهده المنطقه من احداث وتطورات حيث ثمن جلالته بكل التقدير والاعتزاز المواقف الثابته للمملكه العربيه السعوديه شقيقة بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله واسهاماتها مع الاشقاء والاصدقاء في مواجهه الارهاب والتطرف حفاظا على امن واستقرار المنطقه مكررا جلالته ايده الله ادانته للاعمال الارهابيه التي تعرضت لها المملكه العربيه السعوديه السعوديه الشقيقه وقد اعرب صاحب الجلاله حفظه الله عن الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد على سعيهما الدائم والمستمر لمتابعه وتطوير عمل الحكومه لكل ما فيه خير وتقدم البحرين وشعبها الكريم